بعد التعرف على أساسيات التعامل مع برنامج Expression Web، سنتعرف الآن على كيفية إنشاء مواقع الويب باستخدام برنامج Expression Web. أولاً، بعد فتح البرنامج، قم بفتح قائمة إبدأ، ثم اختر New. ستظهر لك قائمة بخيارات مختلفة. قم باختيار المستند الذي تود أن تنشئ صفحتك باستخدامه، مثلاً HTML. سيقوم بعدها البرنامج بالبدء بإنشاء الموقع وفق القالب أو اللغة البرمجية المختارة. والآن يمكنك التعامل مع الموقع من خلال كافة أدوات وأمكانات البرنامج بصورة طبيعية. الآن وبعد أن قمت بإنشاء موقع ويب جديد وظهرت محتوياته أمامك، اتبع الخطوات التالية لإغلاقه. قم باختيار Close من قائمة File. سيطلب منك البرنامج حفظ التعديلات التي أجريتها على الصفحات قبل الخروج. لفتح مواقع الويب التي قمت بإنشائها سابقاً، قم بفتح قائمة Sites، ثم قم باختيار Recent Sites. يمكنك أيضاً فتحه بالطريقة التقليدية وذلك من خلال قائمة File ثم اختيار Open. ستظهر لك نافذة تحتوي على المواقع التي أنشأتها وحفظتها مسبقاً. قم باختيار الموقع الذي تريد فتحه ثم قم بالضغط على Open وسيفتح لك الموقع. لإعادة تسمية الموقع، قم باختيار قائمة Sites ثم اضغط على Site Settings، ومن خلال Web Name يمكنك تغيير اسم الموقع، ثم بعدها قم بالضغط على OK.